عمان عاصمة الأردن الحديث. هذه المدينة تدين بالفضل في عروبتها وهويتها الإسلامية لواحد من كبار الصحابة قاد في بداية الفتوحات جيش المسلمين الذي حرر هذه البلاد من الاحتلال الروماني بعدما جثم عليها نحو 7 قرون، وخاض في سبيل ذلك معارك عنيفة خلال الفترة الممتدة بين عامي 13 و16 للهجرة. إنه الصحابي القائد شرحبيل بن حسنة. لكن حسم مصير الوجود الروماني لم يكن في عمان، بل كان في غور الأردن، وبالتحديد في مدينة تاريخية عرفت باسم فحل أو بيلا كما سماها اليونان ومن بعدهم الروم. وقد جرت المواجهة فيها في 14 للهجرة بعد معارك اليرموك وفتح دمشق. وكانت معركة فحل بقيادة شرحبيل ابن حسنة من أهم معارك الفتح التي وقعت على أرض الأردن. نحن الآن متوجهون من العاصمة الأردنية باتجاه الغرب عبر مدينتي صويلح والسلط انتهاء بالأغوار الأردنية وإلى حيث بلدة طبقة فحل كما تدعى اليوم، والتي شهدت أرضها معركة